يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سأل كاهنا فصدقه بما يقول وهو ممن قامت عليه الحجة، فهل يلزمه إعادة الشهادتين؟ رجل سأل كاهنا فصدقه بما يقول وهو ممن قامت عليه الحجة، فهل يلزمه إعادة الشهادتين؟ يتوب إلى الله عز وجل، يلزمه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما حصل. نعم.